سبايرو، لست خائفا من تلك الوحوش الضخمة الصاخبة العملاقة والبشعة، أليس كذلك؟ بطبع لا. جيد، كنت أعلم ذلك. عمل رائع سبايرو، إن تابعت على هذا المنوال ستتعلم جميع حيل موطن السحرة.
تذكر أن أولئك اللصوص قد سرقوا بيوضاً خارج موطن السحرة أيضاً. لا تقلق، سأهتم بأمرهم.
عندما ترى أسهما مثل هذه يمكنك الاندفاع بمحاذاتها لتنفيذ اندفاع خارق. اندفاع خارق، ممتاز، هيا بنا جرب ذلك. أرجوك افعل شيئا حيال هؤلاء الكهنة الخضر، يصرون على نقل كل شيء يرونه. أكره تلك الحشرات، عندما أصبح كبيراً وقوياً مثلك سأسحقها جميعاً. حتى ذلك الوقت تذكر أن الاندفاع الخارق يجعلك لا تهزم.